بخطوات واسعة يخطوها المغرب نحو سباق إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي بدأ استكشاف الفرص الخاصة بالقطاع وتطبيقاته منذ 2018. يحتل المغرب مكانة متقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول المرشحة عالمياً لإنتاج الهيدروجين. كما تعد المملكة المغربية من أبرز 6 دول في العالم تمتلك إمكانات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ما يؤهلها للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول عام 2030 وفق تقرير مجلس الطاقة العالمي. ويستعد المغرب لاستضافة وتشغيل أول محلل كهربائي للهيدروجين في شمال أفريقيا خاص بشركة فيردي هيدروجين الأمريكية ضمن جهود المملكة للتوسع في الاستثمارات الخضراء، لتعلن الشركة الأمريكية عزمها لاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل مشروع لآليات التحليل الكهربائي بقدرة 2 ميجا وات، والذي يعد الأول من نوعه في شمال أفريقيا.